مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. مجموعة متطلبات جديدة لإعداد التقارير المتعلقة بالمعاملات العقارية أعلنت عنها كل من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل في دولة الإمارات بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية. نعم، وتتضمن المتطلبات الجديدة إلزام جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء ومكاتب المحاماة اعتبارا من الأول من يوليو من العام الجاري برفع تقارير إلى وحدة المعلومات المالية بشأن معاملات الشراء والبيع لممتلكات عقارات التملك الحر في دولة الإمارات، والتي تتضمن المدفوعات النقدية سواء لكامل العقار أو لجزء منه، والتي تساوي 55,000 درهم إماراتي أو فما فوق، وأيضا المدفوعات بالأصول الافتراضية أو المدفوعات المشتقة أو المحولة من أصل افتراضي. وتعد الإمارات من أوائل الدول على مستوى العالم في تطبيق هذه الآلية للمعاملات العقارية التي تنطوي على أصول افتراضية، ما يؤكد على استمرار الدولة في مواصلة جهودها الحثيثة لتحقيق الاستدامة والازدهار ولمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. نعم، وأيضا للوقوف على هذه التفاصيل هنا معنا، أكيد يسعدنا أن نستضيف أيضا معنا في الاستديو السيدة هالة بوعلوان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة HBA Consultancy للاستشارات. أهلا وسهلا. أهلا، يسعد صباحك يا هالة. أهلا وسهلا. يعني إذا تكلمنا عن هذه المخاطر ربما يعني السيطرة عن موضوع غسيل الأموال، اللي أيضا في حلقة من الحلقات تحدثنا فيها معك. اليوم في النظام العقاري أكيد هناك تشريعات جديدة طرأت على هذه الأمور والشراء والبيع في العقارات، لو تكلمينا عنها. صحيح محمد، وهي هيدا التشريعات طلعت عشان القطاع العقاري قطاع منسي. يعني أمتين كنا نسمع فيه قوانين أو تشريعات للقطاع العقاري، كان قطاع هيك منسي ما فيه تشريعات. هيدا من أهم المخاطر، ليش استغلت لغسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب والتلاعب الضريبي. ما عليه تشريعات بكتير من البلدان، ما في رقابة، ما في سلطة رقابية بتراقب العمليات المالية اللي بتصير. مين براقب لما نشتري؟ يعني من البيرسونال اكسبيرينس تبعك، خبرة الشخصية، لما تشتري مين براقب وين من وين اجوا المصاري وكيف طريقة الدفع؟ بعدين طريقة الدفع النقدية خطر تاني، ما حدا بيراقب قديه بيجيبوا أوقات شنط وبيدفعوا بالشنط. طب كيف من أين لك هذا؟ بعدين تثمين العقارات خطر تاني، يعني في تلاعب بتثمين العقارات. مين قال إنه هذا العقار هالقد قيمته؟ أوقات منضخم السعر، أوقات نزل السعر. طب كمان مين بيراقب هذا الموضوع؟ بعدين نقل الملكية، في كتير قوانين كتير بلدان ما إلها رقابة على نقل الملكية. مين بيتأكد إذا أنا اشتريت أنا عن جد المستفيد الحقيقي، مش أنت، مش أنا عم بهرب؟ بعدين في كتير مخاطر عم بتصير إنه يستغلوا المحامين والمدققين والمحاسبين لا نجاح عملية غسل الأموال والجرائم. بصير في تلاعبات أو ممارسات بتكتلوا مع من تحت القانون. بالضبط، بتكتلوا مع بعضهم. والأسواق العقارية أسواق ضخمة جدا، ففي كتير فرص بكل هيدول المخاطر. ما في قوانين، ما في، بيستغلوا من المجرمين. عشان هيك كتير من أكثر القطاعات التي تستغل في عملية الأموال، من أكثر العقارات ومن أكثر القطاعات، وخاصة بالبلدان العربية. يعني كان في دراسة من فاتف ومينا فاتف بتقول قد ايه تستغل. وأكيد إذا هيدول المخاطر ما تكافحوا، عم نهدد الاقتصاد، عم نهدد الأسعار الأسواق، عم نهدد توزيع الدخل، عم نهدد الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يعني في مخاطر للأمن القومي والاقتصاد. صحيح. يعني مخاطر كثيرة. صحيح. متأتية ربما من القطاع العقاري، يجب الحذر منها يا هالة. لهيك دولة الإمارات تعتبر من الدول يعني الرائدة والمتقدمة في هذا المجال، لها جهود حثيثة ومستمرة لمكافحة غسل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب، وتتبع الدولة نهج إشرافي واستباقي كذلك قائم على إدارة المخاطر، يتماشى مع معايير العالمية اللي وضعتها مجموعة العمل المالي. صحيح. فاتف. طيب، لكن اليوم هالة أطلقت الدولة مجموعة جديدة من المتطلبات. صحيح. اللي يجب توفرها لإعداد المعاملات العقارية. ما هي هذه المتطلبات؟ حكينا شوي عنها، من هي الجهات المسؤولة أن تنفذها؟ صحيح، ولنبسط الموضوع للمشاهدين لما نكون كتير تقنيين. نتخيل جريمة عم بتصير بالقطاع العقاري،
عم بيساعدها محامي، مكتب محاماه ومحاسبين مثل ما قلنا، يعني بتكون في دائما بيكون في يعني عم بيساعدوا بعضهم مثل كانه شركه، فيها محامي وفيها محاسب وفيها قطاع عقاري، مكتب عقاري. بالامارات السلطه الرقابيه للقطاع العقاري هي وزاره الاقتصاد لمكافحه غسل الاموال، والسلطه الرقابيه لمراقبه مكافحه غسل الاموال لمكاتب المحاماه هي وزاره العدل، والسلطه الرقابيه للاشراف على كل الابلاغات للاعمال المشبوهه هي الاف اي يو فاينانشال انفورميشن، دائره المعلومات الماليه. نعم. فهيدول الثلاث سلطات اجتمعوا مع بعض كرمال كل وحده لحالها مش رح تقدر تكافح. صحيح. عشان هن بيشتغلوا سوا كمجرمين، فلازم السلطات تتحد. وزارة الاقتصاد وهيدول كلهم يسمون أعمال مهنية غير مالية، عشان نحن دائما لما نقول مكافحة جرائم مالية بيخطر على بالنا القطاع مالي، مش ضروري أبدا. بالعكس يستغل القطاعات غير المالية بطريقة أكثر من القطاع المالي بهذا الموضوع. فتكتلوا مع بعض وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، وحدة المعلومات المالية، وكمان المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال، وأكيد جهات أخرى. وطال أصدروا كتير قرارات، هلأ قرارات مشددة جداً لمكافحة كل المخاطر اللي بتصير. من ضمن هاي المتطلبات الجديدة ما هي؟ أول شيء أنه لازم يصير تبليغ من كل المكاتب العقارية لأي معاملة، لأي صفقة عقارية بتتخطى 55,000 درهم، وذر صارت دفعة واحدة أو كذا دفعة. تاني هذه نفس التحويلات البنكية. صحيح. لما تكون بمبلغ محدد يكون في إخطار على هذا المبلغ. صحيح بالضبط. سوري بالضبط. وهيدي بهيدي اول ابلاغ هي للمعاملات النقديه. ثاني شيء لازم يبلغوا فيه هي اي طريقه دفع بتصير عن طريق الاصول الافتراضيه اللي هي الفيرتشوال اسيتس، بيتكوين وكريبتو. ثالث ابلاغ لازم يصير اي وسيله دفع بتصير عن شيء متاتي او منبثق او محول من اصول افتراضيه. كمان من الشروط الأخرى أنه لازم يكون كل البيانات اللي ياخدوها مكاتب السجلات، مكاتب وكلاء العقاريين والوسطاء، لازم يحافظوا على هالبيانات 5 سنين. وإذا كان المشتري أو البائع شخص اعتباري، المفروض يكون عندك السجل التجاري، المفروض يكون عندك الرخصة، النظام الأساسي للشركة، لازم تعرف كل الشركاء بالشركة وتدرس تعمل مسح عليهم إذا عندهم أي خلفية إجرامية. وإذا شخص individual مثلنا شخص، كمان بدك تعمل عليه مسح وبدك تعرف مين عميلك، وكمان تحفظ البيانات لمدة 5 سنين. هيدا باختصار آخر متطلبات طلبتها وزارة الاقتصاد، وزارة العدل، وحدة المالية للمعلومات، والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال. هذا جميل طبعا أكيد للسيطرة على أكيد التلاعب اللي قد يحدث من خلال هذه العقارات. وإحنا مثل ما نعرف في دولة الإمارات وتحديدا في دبي العقارات ما شاء الله، يعني كل يومين شفت لك عقار جديد. صحيح. وأكيد المستثمرين يرغبون أيضا في الاستثمار. مؤخرا من دائرة الأملاك والأراضي بدبي سجل عمليات عقارية 1.8 مليار درهم بس بأب، يعني من بس خلال يعني نصف السنة. يعني هالقد كتير القطاع عندنا ناجح جدا. يعني جميل جميل. طيب ما هي أهم 3 أو 4 تطبيقات ممكن تكون عامة أو عملية يجب على الوسطاء والوكلاء العقاريين أنهم يلتزمون فيها؟ صحيح محمد، هي أهم شيء بعتقد نبلش بالبيسكس، بما أنه هيدا شيء كتير جديد والمكاتب الوسطاء العقاريين والوكلاء العقاريين هيدا الشيء كتير جديد، يبلشوا بالوعي والتدريب. يعني عشان هلا اذا بتحكي كثير مع ناس من القطاع العقاري مش عارفين انه هن لازم يكونوا يكافحوا اي مخاطر من غسل الاموال، يعني لازم يكون في تدريب ولازم يكون في وعي، هيدا اهم شيء. ثاني شيء لازم يكون في مقاربه قائمه على المخاطر. يعني انا كشركه بتتعاطى بالصفقات العقاريه، انا اذا بدي اتعامل معك او مع ساندي او مع اي حدا بدي اعرف مين انت. يعني مش بس اللي بنوكي عليهم اعرف عميلك او كي واي سي، لازم كمان هيدول الشركات يعرفوا ويصنفوا العملاء اذا عالي المخاطر، متوسط المخاطر او متدني المخاطر. ولازم اكيد الواحد يعرف المستفيد الحقيقي. يعني انا حتى لو تعاملت معك دايركتلي او مع ساندي يمكن انت مش تكون المستفيد الحقيقي. صحيح. يعني هيدا كثير مهم، هيدول الثلاثه يبلشوا في، اكيد في اشياء كثير بس هيدول البيسكس يعني. طيب جميل. هلا عم نحكي عن انه معرفه يعني اصول هذه الاموال، ربما تتبعها، هذه القوانين الجديده كيف ستساعد على تحسين جوده يعني تتبع حركه الاموال وحركه الاستثمارات ربما المشبوهه، كما ذكر علي فيصل بعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية،
هو قال أن هذه الإجراءات الجديدة ستحسن جودة المعلومات المالية المتاحة وستؤرشفها باعلي. نعم باعلوي عفوا. طيب حدثينا كيف ممكن هذه الإجراءات تساعد وتساهم في هذا الموضوع؟ صحيح، واحدة من الإجراءات اللي كتير مهمة لكل القطاعات اللي لازم تكافح غسل الأموال هي كل القطاعات إنه تسجل بديتابيس بمنصة إلكترونية اسمها GoAML. هيدا أنا مثلا إذا مكتب عقاري بسجل بالGoAML شركتي، وكل عملية مشبوهة بتصير أو إبلاغات اللي ذكرناها هلأ مفروض بلغها عبر GoAML. هيدي منصة ديتابيس بتساعد توحيد المعلومات من جميع الجهات، السلطات الرقابية المحلية والدولية، وبالكمان بالتضامن مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة United Nations Office of Drugs and Control، هي أطلقت هذه المنصة، والإمارات من أوائل الدول اللي هي subscribed لهذه المنصة. عادة لما يصير في تبليغات وحدة المعلومات المالية بتدرس كل التبليغات وبتحلل التقارير وبتقارنها مع تقارير تانية جاية من جهات أخرى عشان توحدت هون الديتابيس، وهي من أهم الديتابيسز اللي من زمان كان المفروض موجودة بالعالم، وهلأ الإمارات من الدول السابقة اللي عملتها. وبناء على هيدا الجو اي ام ال بتقدر تصدر قرار اذا هيدا عن جد عمليه مشبوهه، هل بيوقفوا الاستثمار، هل بجمدوا الاموال. تجميع هذه المعلومات صحيح. في قاعده بيانات واحده سنترال او مركزيه، وبهيك تصبح عمليه التتبع او المراقبه اسهل. منصه ذكيه وبتعمل مقارنه وتعطيك اكسسبيليتي على غير منصات. هلا بدوا فيها رسميا خلاص في التعاملات هنا في دبي، دخلت حيز التنفيذ من الشهر الماضي تقريبا، لا حتى من السنه الماضيه. من السنه الماضيه بس بالنسبه للعقارات جديده، جديد للقطاع، بس بدو فيها. منصه بلشت بلشت. طيب هلا ابو علوان اكيد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه اتش بي اي كونسلتنت تنسي، شكرا يعطيك الف عافيه. تسلم، الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا لكم.